قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. القرآن زاد وروح يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عمن سماه الحال المرتحل، الإنسان الذي لا يقر له قرار وإنما يتحرك كأنه بيقوم من سفر يمشي محطة ثم يرتاح ويمشي، ولكنه حال مرتحل ما إن يقف حتى يكمل. من هو الحال المرتحل يا رسول الله؟ هو قارئ القرآن الذي يقرأه بلا انقطاع من أوله لآخره، فإذا انتهى إلى آخره عاد إلى أوله ثم إلى آخره وهكذا، فهو حال مرتحل لا ينفك عن الحركة مع القرآن. انظروا إلى هذا الكلام العظيم الذي يقرب الناس إلى القرآن ويقرب القرآن إليهم. حينئذ فقط عندما يقف الإنسان ليقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يكون صادقا، لأنه فعلا ربط نفسه بالقرآن، لأنه ربط نفسه بالقرآن فحق له أن يدعو. أما أن يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وهو ليس مرتبطا بالقرآن، فشهد الله عز وجل ما هذا بدين الله وما هذا بالطريق أبدا. لذلك فإن الرابطة بالقرآن أمر لا يمكن إطلاقا أن يكون ثانويا أو أن يكون هامشيا أو أن يكون عارفين يعني إيه ثانوي. ثانوي يعني شيء ثاني، ما ينفعش يبقى ثانوي يعني يبقى في المرتبة الثانية، أي لا بد أن يكون أولا. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات.